السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا أبطالي الشجعان، مرحبا بكم من جديد بقناتكم يدي لك طفلي. اليوم إن شاء الله غدا نبدأ واحد السلسلة جديدة اللي هي سلسلة تعليم الحركات. من بعد ما كملنا الحروف، اليوم إن شاء الله غدا تكون أول فيديو ديال الحركات، وغنبداو بالحركة الأولى اللي هي حركة الفتحة. حركة الفتحة، الفتحة، الفتحة. علاش سميناها الفتحة؟ لأننا تنفتحو الفيم ديالنا الفوق، غنعطيو أمثلة باش تبين ليكم أكثر، باش تفهمو أكثر. غنديرو مثلا حرفو الألف، حرفو الألف. غنديرو الفتحة شوية مائلة. دابا كيفاش غادا نطقوه؟ غنقولو له آ. شو الفيم ديالنا كان فتحوه، شافته الفوق، غنطلعوها للفوق. آ آ، برافو. آ، يلا كروا معايا. آ، برافو. نديرو حرف واحد آخر، حرفو الميم، حرفو الميم. عاوتاني غنديرو له الفتحة، نقولو له كيفاش غنقولو له ما ما ما، برافو. نزيدو حرف آخر، حرفو حرفو الكاف، حرفو الكاف. نديرو له فتحة عاوتاني، كيفاش غنطقوه؟ كا كا كا، برافو كا. نزيدو حرف آخر، حرفو حرفو الباء. نديرو لها فتحة ونشوفو كيفاش غادا تنطق. با با، عندها انقطاع تحت، غنقول لها با، برافو. نحلو فين؟ نحلو الفيم ديالنا الفوق، الفوق، غنفتحوه الفوق. هادشي اش قلنا الفتحة؟ لأن تنفتحو الفيم ديالنا الفوق. با با. غنزيدو مثال آخر باش ترسخ لينا الحركة مزيان الراس ديالنا. حرفو السين، حرفو السين. فوق منها الفتحة، غنقولو لها سا سا سا، برافو. دابا ندير عاوتاني حرف آخر، دال، حرفو الدال. فوق منو الفتحة، غنقول لها دا 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 دا، برافو. نزيدو حرف آخر باش ندربو عليها مزيان، حرفو الراء، حرفو الراء. نديرو له الفتحة، الراء الراء. نحلو الفيم ديالنا الفوق، الراء الراء الراء، برافو. را برافو. نزيدو حرف آخر وهو حرفو حرفو الفاء، حرفو الفاء. ونديرو له عاوتاني الفتحة، ونقولو له يلا شكون يقول لي هاد الحرف كيفاش غادا نديرو ننطقوه؟ شكون يقول لي كيفاش غادا نديرو ننطقوه؟ يلا فا، برافو. فين نطلع؟ فين نفتحو الفيم ديالنا الفوق؟ فا فا فا. هنعاودو مع بعضياتنا الحروف اللي درنا. ألف فوق منه الفتحة، غنقولو أ. ميم فوق منه الفتحة، غنقولو ما. كاف فوق منه الفتحة، غنقولو كا. باء فوق منه الفتحة، غنقولو با. سين فوق منه الفتحة، غنقولو سا. دال فوق منه الفتحة، غنقولو دا. راء فوق منه الفتحة، غنقولو له را. فاء فوق منه الفتحة، غنقولو له فا. دابا غادا ننتقلو للكلمات اللي مكونة من ثلاثة الحروف فقط. عندنا زار، نديرو لها الفتحة، زار زار زار. غنديرو مثال،
الزا الرا ع زا را ع. دابا غنحاولوا نجمعوها بالزربة. زرع 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 زاي فوق منها الفتحة غنقول لها زا زرع 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 زرع. هذه بهنا نعرفوا كيفاش غادي نجمعوا الكلمة بالزربة. هنا تنتهجاو وتنقولوا زا را ع وهنا تنقولوا لها زرع. دابا غادي نديروا حرف آخر اللي هو حرف الكاف. حرف الكاف وغادي نديروا له الفتحة ونشوفوا كيفاش غادي تقرا. غادي تقرا كا كا كا. دابا كا تا با كا تا با كا تا با. دابا شكون يجمع لي هذه الكلمة؟ شكون يجمع لي هذه الكلمة بالزربة؟ كتب. برافو عليكم، برافو أبطال، ما شاء الله عليكم. نعاود الكلمات اللي قرينا ونقولوا يلا. زاي فوق منه الفتحة زا زا را ع زرع. كا فوق منه الفتحة كا كا تا با كتب كتب. وصلنا حبايبي الصغار نهاية الفيديو، ودابا غادي ننتقلوا لواحد النشاط اللي غادي نرسخوا به هاد الحركات مع الحروف، ونتمنى يعجبكم. النشاط ديال اليوم هو اننا نقبطوا حروف وغادي نحاولوا نديروا فوق منهم الفتحة بلون مغاير كرتون، وغادي نحاولوا نلعبوا مع الطفل هاد اللعبة ديال اننا نقولوا له الكلمة وهو يحاول يجمعها. مثلا غنقول يلا قول لي دابا اكل اكل. جمعها لي. غنجي ونقلب على ا ونديرها هنا ا ك لا. برافو اكل. دابا نقلبوا على كلمه ديال كتابة. كتابة نقلبوا على حرف الكاف. فينا هو حرف الكاف؟ ها هو حرف الكاف، ها هو. غادي نديروه هنا وغادي نقولوا كا. دابا شنو خصنا مامور كا؟ كا تا تا. اذا نقلبوا على تا فينا هي هنايا. فينا هي تا؟ هي تا. كا تا با 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 با. ها هي با. كتب كتب. عاوتاني نوليو نشوفوا عاوتاني شي كلمة أخرى نقولوها للطفل ونخليه هو اللي يقلب على الحروف. ذهب ذا قلبوا على ها. ها هي ها با. ها هي ذهب. برافو ذهب ذهب ذهب. دابا غادي نقلبوا على الكلمة ديال وقف. وا ها هي حرف الواو. وا فوق منه الفتحة. قا ها هي قا. دابا نقلبوا على فا. فين هي فا؟ ها هي فا. وقف وقف. دابا عاوتاني غنقولوا الكلمة ديال زرع. ها هو حرف الزاي الزاي زرع. خاصنا نقلبوا على را. زرع ها هي را. زرع هيا فوق منا الفتحة. زرع زرع زرع. دابا عندنا درس. هذا حرف الدال فوق منو الفتحة. دا را سا درس.
ونحاولوا من بعد نوليو نخربقوهم بحال هكذا ونعاودو نلعبو مع الطفل ونقولو له يلا جيب ليا كتابه خليه هو يقلب ويدير لنا سميتو وقت ما كمل ليا الكلمه اللي طلبت منه غادا نشجعو بطبيعه الحال ونعطيه شي هديه باش يتشجع انه يلعب مع هكا وفي نفس الوقت غادي ترسخ له الحرف مع الحركه. نتمنى النشاط ديال اليوم يعجبكم وان شاء الله نتلاقاو في حركه ثانيه ومع فيديو اخر. ما تنساوش الاشتراك اللي مازال ما اشتركش في القناه والضغط على الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. حفظكم الله اولادي الصغار، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.